مشاهدينا، وهسه صارت ويانا بالاستوديو المبدعة ريجيان خبيرة العناية بالبشرة والمكياج، حتى اليوم تشوفنا وتطبق قدامنا مكياج ناعم وحلو للفطور أو للسحور. مساء الخير ريجيان، رمضان كريم، نورتينا. مساء الخير ريجيان، رمضان كريم، شلونك؟ الحمد لله تمام، ما شاء الله. الحمد لله. ريجيان احنا كل الزينين الحمد لله، الأجواء كلش حلوة ومستمتعين جدا. ريجيان حابة أعرف من عندك بالبداية إنه مكياج رمضان شنو يختلف عن المكياج العادي للأيام العادية، وحتى همين يعني حابة أعرف من عندك مثلا الأشخاص اللي رايحين للفطور أو للسحور ممكن يختلف هنا المكياج، لأنه تعرفين واحد ممكن يكون صايم يسوي شيء خفيف، ممكن لليل يسوي ثقيل أكثر، هل أكو مثلا تغيير لو لا ممكن يكون نفس الشيء؟ هو طبعا الميك اب بالرمضان وان كان مو رمضان واي شيء هو نفس الشيء، ماكو فرق، صح؟ أوكي. بس اكو مرات مثلا بما انه احنا برمضان نلبس عبايات وهاي الشغلات، فانه ويا العبايه لازم الميك اب شوي تكون اغمق من الايام العاديه، لان العبايه تحتاج ميك اب شوي تكون اغمق، فاني هذا برايي وما اعرف انتم ليه. حلو هاي معلومه جديده كريستينا، انه احنا نقول دائما برمضان نخلي مكياج تكون اخف حتى شويه تناسب ويا الشهر. زين ريجيان، انت ايش قد تنصحين خاصه بهالفتره نريح البشره، وبما انه نطلع على قد العزايم على قد السحور والفطور، هل نستخدم الكريمات الاساس او نقدر نبدلها بشغلات ابسط حتى شويه نريح البشره؟ طبعا احنا نقدر يعني ما نستخدم كريم اساس، وطبعا حتى شويه نريح البشره، وضروري انه احنا بين فتره وفتره نسوي تنظيف بشره، هذا الشيء يعني لا يستغنى عنه. فاحنا نقدر نستخدم بدل الكريم الاساس نستخدم باودر، قبل الباودر نستخدم برايمر وكريم مرطب وهاي الشغلات يعني بدلا عن الكريم الاساس. حلو. طيب ريجيان، صادفت هالسنه انه رمضان اجى بموسم ممكن حتى تتغير به الالوان وخلينا نقول تدرجات الالوان اللي احنا متعودين عليها، هذا الموسم شنو تدرجات الالوان اللي هي تكون دارجه اكثر شيء؟ هذا الموسم الالوان الدارجه طبعا مثل ما كل مره كنت احكي انه دائما تجي على الالوان البرونزيه، تجي البنيات. الوان الغوامق البنيات شويه تكون دارجه هالسنه يعني، وخاصه الايلاينر، الايلاينر الالوان مو بس اسود. حلو. برمضان ممكن نعتمدهم، انا اتذكر مره احنا حكينا على الايلاينر اللي كان يكون ازرق واصفر ووردي، ممكن برمضان خاصه العبايه تكون مثلا بهذه الالوان تكون حلوه. حلوه. اني طبعا تضامنا ويا ريجيان، اني ذاك اليوم كنت معزومه على فطور، فاللاينر خليت بيه شي خط ذهبي ندوية الملابس نسقه، حلو ينطي شيء، ينطي لمسه حلوه وخاصه طابع رمضاني. طيب ريجيان، اكو بنات تصادف عندهم خطوبه، عقد قران، او يعني مناسبه او فتشي، فانت بهاي الحاله تنصحين انه يعتمدون المكياج البسيط والخفيف والسمبل لو همين المكياج المعتاد اللي احنا متعودين عليه نشوفه بالمناسبات؟ طبعا جزار، بالنسبه للخطوبه واللي عندهم حفلات بالرمضان، نعم طبعا اني كرايي لي، اني كرايي شخصي، نعم ما احب الميك اب الاوفر، دائما احب يكون شيء سمبل، بس بالاخير يظل يعني على الستايل اللي الشخص اللي هو يحبه، يعني هو يحب غامق، يحب فواتح، يحب اي شيء، هو يعني على حسب رغبه، هو اللي يعني رغبه الشخص احنا نشتغل. نعم. مرات حسب رغبتي اشتغل، صح. بس على الاغلب حسب رغبتهم يعني نشتغل. بس ايش قد تعانون من هالشيء مرات انه مثلا تريد هي كذا شيء انت تقولين يعني لا هيك شيء احلى؟ هو احنا كلش نعتمد على نفسنا، ومرات ما يقتنعون، فاللي ما يقتنعون مجبورة أسوي مثل ما هم يريدون، واللي يقتنعون أسوي مثل ما أنا أريد يعني. حلو. حتى مرات من أشتغل الزبونة يعني أحس إنه ده أشتغل لنفسي هيك يعني، أحب مثلا إذا هي تريد مثل ما أنا أسوي بها. نعم. طيب ريجيان، لكل البنات اللي حابين يسوون لوك رمضاني يكون حلو، شنو الأشياء اللي يحتاجوها؟ يعني خلينا نقول أبسط الأشياء إذا كان مكياج خفيف يعني. طبعا إذا مكياج خفيف إحنا نسوي بالأول أكيد شيء ما لازم نستغنى عن كريم مرطب، وبعدين نستخدم البرايمر حسب نوعيه البشره. اوكي. ونستخدم باودر، كومباكت باودر، نستخدم بلاشر، وعندنا تنت يعني نقدر نستخدمه بدلا عن البلاشر الكومباكت. ايه. طيب الميك اب خفيف وحلو. ريجيان انت اليوم جايبه العده وياك وراح تدللينا بفقرات المكياج وشلون نطبقها، ابدي طبقي وحتى احنا نسال سؤالنا ونقول لك هذا شنو، حتى نستفاد احنا والمشاهدين من وجودك اليوم. يعني شوي يعني مسويه محضره للبشره الفاونديشن، راح اسوي بس الميك اب العيون والحمره راح نغيرها. راح اسوي ميك اب سموكي، بس مو هذا السموكي كلش يكون غامق، سموكي خفيف. حلو. طيب السموكي شلون راح يكون الوانه؟ مثلا اسود وبني، لو مثلا همينا الحمارات يعني لون الفستان اللي لابسته
كل شيء يطلع حلو همنا ويا البني ويطلع سموكي أيه. حلو همنا يعني تقريبا نسوي الشيء لون بين البني وبي شوي حمر. ممكن حلو. نبلش حتى نشوف شنو الشغلات اللي تستخدمها. طبعا جولزار يمكن من اكثر الاشياء الحلوه اللي قلنا عليها انه الايلاينر اللي يكون الوان بس أيه. يمكن الشخص يعني للفطور ما راح يكون عنده خلق يقعد يبدع بهذه الالوان ويجر ايلاينر بس على السحور ممكن الواحد يسويها بالضبط، خاصه هسه مثل ما ذكرنا احنا في فقراتنا انه العزايم والفطور والسحور يعني صارت الناس تحب تنوع بالطلعات أيه. فما بالك من ينوعون بالستايلات والمكياج. أي اكثر وقت تحبين تطلعين به هو وقت الفطور او وقت السحور؟ مو باعي هي تصادف مرات اذا اكون معزومه اكون يعني ابدع، هسه مثل ذاك اليوم كنا معزومين بدعت بالملابس بالمكياج كان عندي وقت بما انه ما راح اسوي الفطور بالبيت حيكون عندي وقت، لكن اذا للسحور ممكن انه استبدلها بشغلات اهدأ. شنو رايك جولزار يعني اليوم احنا لازم نطلع حتى يعني هذه الاجواء نكملها همنا بالمكياج؟ طبعا ريجيان احنا حابين نكون وياك خطوه بخطوه تشرحي لنا حتى احنا نطبق بالبيت والمشاهدين همنا اللي عندهم اليوم سحور او فطور همنا يطبقون. طبعا اول شيء راح احط باودر تحت عيني حتى ما اشتغل على الجفن ما يتوسخ تحت العين حتى اذا وقع همنا من نقدر ننظفه راح ينشال بسهوله. طيب ريجيان انت ودت تسوين الميك اب ايش قد مهمه ترطيب البشره؟ يعني انت بالبدايه اكيد سويتي الشغلات الاساسيه وبعدين بلشتي بالخطوات التاليه. اكيد طبعا استخدم كريم مرطب وبعدين استخدم واقي شمسي همينه بما انه احنا بفصل الربيع والبشره تكون جافه واحنا بفصل الربيع ضروري احنا نستخدم واقي شمسي، هو كل الفصول ضروريه بس هالفصل شويه احنا ما عرف بالكردي عندنا شهر نقول له رشمه بالضبط. هذا الشهر الشمس تكون كلش قويه كلش ويحرق قوي. البشره صح مع العلم انه احنا نقول يعني الجو حلو وربيع ما يحتاج يعني نخلي شو اسمه واقي شمس ولكن هو كلش ضروري هو كلش ضروريه. انا حتى سامعه انه يقولون حتى وانت بالبيت تطبخين او تنظفين ضروري تخلين حتى الضوء اللايت يأثر على البشرة. على البشره فشوفي ايش قد مهمه احنا اليوم حتى نحافظ على بشرتنا لازم نخلي واقي شمس او كريمات او غسولات اللي عندنا حتى نحافظ لان احنا بالتالي نتعب بشرتنا بالمكياج. نعم طبعا ريجيان انت تخلين هسه هذا اللون هو خلينا نقول احمر غامق بين البني والاحمر حلو وراح استخدم شويه ويا اسود بس استخدمها بس على الاطراف زين هذا كبيس يعني خلاص انه خليناها وندمج وياه لا بعدني راح ادمج حلو طيب ايش قد مهم الدمج هساني هم كنت اريد يعني اعرف من عندك لانه الدمج كلش مهم هساني او يمكن هواي من البنات يخلون اللون واصلا خلص يعني عفوا بس الدمج يمكن هو اللي يطلع اللون الحقيقي او اذا تخبطيه ويا لون ثاني يكون مهم كلش اكيد الدمج كلش مهم بالميك اب وبالاخص الفراشه تكون مهمه يعني لازم تكون الفرشه ناعمه ونظيفه ويعني احنا انا كميك اب ارتست دائما مثلا عندي كل لون واستخدم له فرشه خاصه يعني حتى لا يختلط الالوان فهذا ضروري بالدمج في حال اذا اختلط الفراشه واستخدمتي بعده الوان ما راح تطلع اللون اللي انت تريديه وما راح تندمج حلو. احنا نسوي مكياج يعني 3-in-1 مثل ما نقول تخيل هو اريد اقول لك فرشه واحده نعتمدها لكل الالوان والكل يعني تخيلي اني والله عندي فرشه ريجيان انه استخدمها للبيج للاصفر للاسود كله بس شويه امسحها يعني واعتمدها هواي اشوف مثلا مرات يجون عندي للصالون اشوف يستخدمون البلاش الفرشه مع البلاش حتى هيك يسوون شيء خفيف على الاي شادو والبلاشر تخيلي انت خلاص سهله والطرق علينا مرات اني اشوف بنات اعرفهم هي البلاشر يخلوها للعين للاي ويحددون بالوجه أيوة كله حلو بس يكون يعني خصوصا التنت اللي يعني درج يمكن باخر فتره وكلنا نستخدمه ماكو احد من البنات الكل أيوة يستخدموه يكون حلو يعني تقدرين تستخدميه باكثر من طريقه حلو ريجيان هسه انت بعدك بنفس اللون ما انتقلتي للون الثاني صح؟ حطيت اللون الاغمق على الاحمر وبعدين حطيت شويه اسود بس يعني المرايه شويه ما ادري اشوف زين الله يساعدك طبعا المرايه صغيره ولكن انت يعني بس هنا راح يعني الخبره تبين هنا من انه انت بمرايه صغيره وخلاص يعني مرات صاير عندي مثلا انجبرت انه اشتغل بايدي وما عندي فراتي مثلا مرات تصير حالات صحيح تستخدمين فأضطر. والحمد لله يعني مدبرتها يعني الجليتر يخلوه بالايد يعني حتى يثبت اكثر صح؟ شلون؟ الجليتر اللي ينحط بالايد ينحط بالايد يعني ينطي جماليه اكثر ويثبت اكثر ويبين يعني. هم بريجيان الجليتر هي حكت على جليتر انه هسه همينه فتره كانت كلش هبتها
هسه بعد الهبه موجوده مال الجليتر بعدها اكو ناس يجون يقول غرقينا بالجليتر يعني. اوه تخيلي والله انا واني من النوع اللي احب الجليتر حلو بس اكو اشوف ناس مرات يبالغون بها رجان عبالك خال الوجه مبلل هالقد ما خالين جليتر يعني انه هالشيء مرات يمكن طيب هو قصدك الهايلايت اللي يكون على الخدود الهايلايتر هايلايتر والجليتر اللي ورا العين يخلون تحت العين يعني طيب. مرات اني اخلي او دائما استخدمها هوايه بس مو بشكل انه يبين بشع ومو حلو يعني. زين رجان اني سامعه مره شفت انه على هيك على السوشيال ميديا يقولون الاضاءه حلو تخليه بالليل مو بالصبح لان الصبح يبين انه وجهك مدهن صحيح؟ هو يعني الحراره والشمس وهي كلها تاثر على البشره هو بلا شيء يصير عندك اضاءه. بالضبط. فبالليل احلى انه تحطين الهايلايتر. يلا. نعم. طبعا بنات انا ما بدي اشوف فيه نعم يعني ما شاء الله عليك رجان قد سريعه والمكياج كلش حلو رجان الاشخاص اللي يحبون يسوون ميك اب خلينا نقول شويه غامق او ثقيل تنصحيهم مثلا شويه شويه يزيدون اللون لو راسا مثلا يحطون يعني ثاني ما اعرف انه لازم بالتدريج شويه شويه حتى انه اللون يصير اطوخ ويصير احلى واحد يجي قبل يجيب اللون الاسود ويخليه على عينه نانا شلون تنصحين؟ هو لازم بالتدريج كريستين بالتدريج حتى اذا صار عندك اي غلطه تقدرين تحليها بس اذا في حال حطيت اللون الغامق بالاول واشتغلتي عليه ما راح يندمج حلو وما راح يطلع حلو اصلا. طيب رجان خط الجواز سويتيه تعطي سحبه كلش حلوه للعيون هاي نقدر نعتمدها بالايام العاديه لو فقط ويا كم لوك او للطلعات مثلا الخاصه؟ نقدر نستخدمها يعني بالايام العاديه هم بس تكون الوان اخف مثلا نقدر نستخدم بدل هذا اللون الغامق انا دائما استخدم مثلا البرونزر الهولا اكو هاي نستخدمها حتى نسوي سحب للعين يطلع كلش حلو بحيث اللون فاتح ويطلع سحبه للعين تطلع كلش حلوه نعم
طبعا ريجان انت كملي اللوك واحنا راح نسولف وياك حتى نشوف اللوك النهائي ونكمله كله والخطوات، يعني لانه اذا اشوف حتى انت جايبه وياك رموش يعني هل راح تخليها او لا، لانه احنا نعرف انه عندي مشكله بالرموش طبعا نفسي كلش بصعوبه اخلي رموش، بس راح اخلي انه اللوك يحتاج رموش. اوكي حلو، اذا انت ما تحبين تخلين رموش نقدر نقول انه يقدرون يخلون رموش، ولكن انت يعني كيفكم حطي المسكارا اللي يعني تحبيها. خلينا نحط الرموش احسن. يلا مشكلة. دايما يقولون شلون يصير انت ما تعرفين تحطين رموش النص، طبعا عشان بودي اساعدك بالزحف راح اخرب المكياج يعني في بالزار اشطر من عندي اذا حابه تساعدك بالرموش. تحتاجين مساعدة؟ مرات اكو هذا الملقط اللي يجيبوه مال الرموش ممكن تسهل. هو عندي بس أيه. وحتى رجيان حلو خليتي طرفية مو الكاملة اللي تكون تعطي لوك طبيعي حلو مو اوفر. صح طيب نقدر نخلي عين وعين لا حتى نبين الفرق اللوك للمشاهدين حتى يشوفون اذا رموش ايش قد حلو. صح ممكن نخلي مثلا انه جهه تحط بس ماسكارا حتى هم يشوفون في حال انه هم حبوا يسوون يعني يخلون رموش او حبوا يخلون ماسكارا فقط. خطير كلش حلو. حلو كلش حلو. انا عندي مشكله بال طبعا اهم خطوه اللي راح نسويها ما اعرف الرموش قاعده حلوه ولا الجليتر. هذه شنو جليتر او لا هذا الكونسيلر. ها عبالي جليتر لان مرات تجون الجليتر بعلب صغار فراح ننظف هالمنطقه. طيب ممكن ننظف المنطقه باودر مو كونسيلر عادي؟ عادي بس اللي كونسيلر لا احسن احس انه نعم. طبعا ريجان احنا مع الاسف يضيق الوقت يعني حابين نشوف كل الخطوات وياك، حابه اعرف من عندك شنو اللي بقى يعني بس هو بقى الرمش لو اكو اشياء ثانيه همينه؟ بس الرمش بقى وخلاص والحمره يعني نقدر. زين نبلش بالحمره حتى انه مشكله الحمره بتشطه. نعم طبعا يمكن هو ويا المكياج بس الحمره يعني هاي نقدر لان الميك اب غامق نقدر نستخدم يعني هاي الحمره شيء خفيف. كلش خفيف حلو. طبعا هذا العين ما اعرف خلصنا وانتم ما اعرف عني لان شويه ظلمه عندي ممكن اي ممكن تندارين حتى نشوف الفرق بين الرمش اكو هاي نظفنا العين وهاي ما نظفنا هم اي بس شوف الفرق ما اعرف يعني ما داش كل حلو المكياج عاشت ايدك شوف كلش مرتب وكل البنات اللي يحبون يسوون مكياج اليوم اكيد استفادوا من هذه الفقره وياك. شكرا لك شكرا لك يا ريجان.